وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال: وصوروا فيه تلك الصور، في رواية: وصوروا فيه تيك الصور. تيك، تيك اسم إشارة، ولذا أسماء الإشارة للمؤنث أكثر من المذكر في حالة الإفراد. ولذا يقول ابن مالك رحمه الله: بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر. قال: تي يعني تيكا، إذا أردت أن تشير تقول تيكا. وصوروا فيه تيكا الصور،